ندافع رغم الاحكام الصادره اللي كتجي مشبوهه ان ندافع خسيده اليه اللي فالله الارض وما عليها عما ستنفرض. هاد النذور غالبيدقني الوالي اليعقوبي شي عجبين ارى رغم انه البعض مرض رحم دائما قاغتو كيمقاد الواليه وانيتي الشنشرين في المواطنين الى الواليه وباش تزاد الى باش تمساك هذاك الوالي تسمى غاستين القتال في غاغا وستين غماني روخا يتبدل انت التواضع شوفي التواضع سبحان الله يتقيمة غامية غامية يتسرعي المواطنين زعما ماشا ميليتك لاحظ بعض الوجوه فاسقين زي البلطاجية مرمي ما يفوت المواطن هذه السقسة خلمي في الحقوق تنطني الوالي بغينا السد بغينا الجامع. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل ألا تكسو الكعبة بالحرير قال بطون المسلمين أولى فامزي راس مليار ونص. الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث إنها خرافة المساجد ما معناش كبنا نتافد غير مزيها تافد داكس تريف سكان 3 مليون السجادة الأباصابيث مليون فرانكي مترو واش والدي مالي هاك الخشوع ماك الزابيث اللي تفتح بس الروماتيج ساش حسكامي ثامزي ذاني تخصصت لها ما يقارب مليارين عباد الله بنادم اكسيد تاجر خليه تاخد بس مالا يتغدى وتلميز غاي كامنسي نشي الصلاة الحمد لله أمخن الله تعالى في كتابه وفي كتابه العزيز أينما وليتم فثم وجه الله أفضل تغدى ولكن أريد ستر النية نصافي هذه الخشوع وجد تاجر أكل أئمة فاسدين أخلاقيا يطبلون للأنظمة الدكتاتورية ما معنى هذا فساد الدولة ثاني تيراكيز تما ايش الحاجة تستخاف فساد الدولة وفساد الحكام بفساد العلماء فعالم رباني لا يقبل ابدا هذه يطبل للسلطان فالعالم الرباني يجب ان يكون فوق الملك وليس تحت الملك اقمق العلماء الربانيين كيف يعقل كيف يعقل أتي الشك حامل لكتاب الله وتطبل للسلطان وتمنع الفقراء من أن يطالبوا بالمستشفيات وبجامعات وبمعامل كيف يعقل لمن يقول قال الله ورسوله أن يخرج ويصطب إلى جانب سلطان جائر لا نخشى بالله لومة لائم ولا نخاف احدا لاننا اصحاب حق وسنقولها ولا نخشى بالله لومة لائم. اطفال المنابر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوجب اغتيالي جد اجد شريف عفيف لا يخشى بالله لومة لائم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه افضل الجهاد قول كلمة حق في وجه سلطان جائر. اين انتم من قول رسول الله تطبلون الأنظمة الدكتاتورية لقمع الفقراء ولكبح الأصوات الحرة. أقمن عن الفقهاء عالم رباني لا يخشى أن يجالس سلطان الجائر. افوت من قال رحموني وللأسف الشديد أننا والحمد لله أنت فوق الأعراض لأن ما نفقي الأعراض ما نفقي الأعراض عباد الله أهل السجن ولكن قاسك لكي وقعن من أجل حركة ضمير لمن لا ضمير له من أجل يهلنا غناء باش أتسي أنصوع لفيا لأن الرحمنية وانيتي ولا الوري يغني ولا اللي مكار رشيد يا سبحان الله
هادشي غنتصي حيادا السلاوي القصيرة السيد هنا البات، ولكن هادشي خصنا غنفرخ في عين الانسان بالله راه طاروا الطاولة غتنضوا ديال غير قاع الوحوش ولا بدنا كيسن رحموا ليك يجي تشاد إلى جانب استوب مغا مغا قامين نقاه نقا لاكاس تقزح لاكاس تقزح تقزح ولي ما يتشاكو عند تيسيسا مقال يغابي يلقى لك العجينة يقزح هادي فغالين إلى للظل لأن بطونهم مملوءة الفساد لأن البطون سن مملوءة الفساد كيف يعقل أن تصلي وراء إمام فاسد أخلاقيا يطبل لحاكم ظالم مستبد بالشعب ست شهور نشي ندفونا عباد الله نطالب بمستشفى تقلنا نخقي السودان نطالب سمع من شركات تقلنا نخقي إثيوبيا نطالب أبسط أمور العاش الكريم دفونا نطبلنا أهل فيتالين ست شهور نشقى راس شهر حمامة معنا الفتنة مرمات الآيات مانيتوسا صور مانيتوسا ما غادي تستنزل الله تعالى كلمة الفتنة ولكن عاجزوا مغا لأنه في بطونهم البطون سن مملوء الغش مملوء الغش نستثعل وأسائل الملك لأنني شو تغبول المنافق والقيمة كلمة واحدة الدولة باسلة وهي كلمة واحدة الدولة باسلة وهي كلمة واحدة نيش اتساءل الولي وليتي المواطن بكيش غيبت راه بلغكم سيدنا بين قوسين الرضا الزوج الرضا يا مين يعنى واش الرضا يا الاعتقالات واش الرضا يا وليتي بتخريب عارف توضح كلمه خلصني يا اثمازنا الله يجازيكم بي وتي شبش التاريخ اشكم تي هذكا اسلو ماركنت قال حيرك الشعبي بلي تجيبوا الحيرك الشعبي هتف الوالد عنا كي سقيرا الوالي يمشي بحاله ما بغينا من دواله الوالي يمشي بحاله ما بغينا من دواله الوالي يمشي بحاله ما بغينا من دواله الوالي اضهار اكواك الشوارع كي الزناقي شنو محتاج شنو محتاج شنو بغيتي واش بنادم عباد الله زعما شي صراحه ما اتاسف مع كامل احترامي هادشي متافق بنادم يتبداك الوالي السواخيخ فينس السواخيخ فينس سلمي انا والدي انسان اناني الحراك الشعبي تاك رغم الوالدي هو دانيتي والتشعب بان فيك ولكن باش هاضي هذا سيدس باش هاضي هذا الدوله المخزنيه واش قبل ما دي هو الحيره كي راه زار الوالي اي راه زار المقدم وحال الوالي يتشكى كما تسي الشهاده كاس الرغاء السوال خيخ منك نيش صراحه نيش قاخت ولا اخشى بالله لو ما تلائم هاتش متافق بنادم يبداك الوالي السوال خيخ منك قاخت علامات استفهام ما يمكنش اش كتسير الخيخ منك تفون داك يظن مئات الف الشارع حتى السوال شي خزبات الوالي قيمة سي الله ليس مولود كلاكي تلا في عبد الريس بارد والوالي واه والدي كان يستجيب لو أننا في دولة الحق والقانون هذا في معتقل يتعتقل لأنه شريك الجريمة المقتل محسن فكري الهومي كيموت ويجيب رخ الميس الوالي يا والدي وأكثر من مرة تحدي أقنا ياك الوالي عالي تواخ السناقي يا مبوالي أقي تحدي خلوخ خلوخ وانا عارف كتسمع لان تسمع هذا كنتي كتسمع الله ديال البارح اتحداك تحضر دابا اتحداك يلا اتحداك تجي دابا تناقش في المناظره مباشره اتحداك يلا يا كنتي راجل ولكن عارف شنو كاين الوالي قال لك عبد الريس بارين ثيثير تما والمشكل تجيك الوالي ماشي تجيك الوالي المشكله قدك المنتخبين المنتخب السنة العذر الكور بطاف هذا الطنوبيلات المصالح الكوان يتحسب يخفي السنة المنتخب لا تصدق يخفي سكيدي سيث إلا ضص حسع مقاذ نائب برلماني ورقة عضو البلدية
أم المجلس البلدي أم المعارضة، كلاهما ذي تسمية حسابات، وذي لا معارضة لا والو، ذي المعارضة من أجل المعارضة، المجلس البلدي إيكي جان كي الرئاسة يسعدها، المشاريع كي خسمتها. كيف يعقل؟ كيف يعقل الوالي يتكد خصها يتفنى يصطف بيطار، سنخلع عليها مشني كحل، سنخلع عظيم غريب، يتكد خل فشاوية تم احتلالها. هاتش بيطار وطار من الفشاوية تسليق خشي القمرة، الكيران، محطة، السمنين قاع، سنن ذيب، الوسخ زعفران، أروينة، أجي تما وفهيم غي الدولية اللي تبي خطوة بني. فالقاع الاجتماع اللي كيوقع نهار كي المجلس البلدي اللي جاست الزخة مني، يختي طاني شنو حاجة يتما. من بعد ما يرد التكاظ الوالي على انه غصب الشرعيه، فعلا غصب الشرعيه باش هذه تواجد على مستوى الحياه، الخدمه المنتخبين بين قوسين الجمهور خدمه الوالي، ولكن من داس غاكل لان في كرشهم عجينه وقع الناس استعلنوا الشرعيه. اول مره غتوقع في التاريخ عباد الله المنتخب يتشى الشرعيه الوالي باش هذه يخدم، هذه عذر ديس باري ذي اللوصات هذه الشهر هذه الكوا هذه عدا اقامين عنان المنتخبين. إذا قرصني هي مثلو المنتخبين لكم تكن شيء التكاكين السياسية مرفوضة إطلاقا غنغضني تكاري فيا إثما باش تسلمي شي حاجة طويل شي لأن غنغضني محطة وغنغضني إثما نغسي ولن اللي جا القضية إيكي تنجيت مهمة ألا وهي الهذا ذين ثلاثة البيادق حركة ضمير لمن لا ضمير له، الحامير أشرف منه كذلك أغيو لك الغارة لا تكسي لك السوء همانا كسيتي وين من قطارينا. كذلك ومثال ما يسمى بالتنسيقية اللاوطنية لدعم الحراك الشعبي بالريف، كي الحياة نسنيني ما نجمعا ضغط نهارا بسيدة أنا ندعم نشي تشهر ذني الصغضن نهار المخزن باش يبلع هذه بالدلع وباني السياسية هذه خلق أحزاب قوية أخرى من بينهم فيدرالية اليسارني هذه تجاوي ذا باش السكسي قوة يعني فاروج وليد عدى فاروج يطرباتي ذي السيري كتوكان آخر. من بعد ما أن الحراك ينبذ الحزب البار المنبول الحزب البار ما يسالكيس ذي نجلع بحقا نظري المهم ذا انتو خاصة نسيول عادو غاشي التأكيد مية كيمية ولكن تقريبا نتيري مية كيمية والله ما سفرت شي حاجه قال لي غاكم اي اجتماع شتاء يتم اختراقه اي اجتماع تختار كيف وسميتك لانه ذي شرفاء اللي راسي راه الخير من عليه نزل فيا ايتما اش قاقاخ مساك هذاك الوالي اني سغاتيني داميا اني ثم يخصها ولا تطفض سيراه ما يزيد تطفنا ايرف لانه تخشف نيف لانه النيف يتعيش نيات خطير مرمي ما راح اشوف كان يتاف يتاوي التوينات الجمعيه ثينس الجمعيه هني داس التاوين غاس الاسئله من غيني ثيتي يا كروس زلمي حقوقي جا الملف مطلوبي الجماهير الشعبيه 100000 يتفقون مزيان نهار سي تفوق ايجنس كوزليس تحاول اثنين الحوايج كي يستعمل مين يعنى لاحظوا كيف يجو ذات صام يا اما ملي بغا يستخدم الملف الحقوقي الظاهر العسكره ولا الملف الحقوقي نطون بعضي الوالي راه عندي البولا الوالي راه حيدوا لي الارض الوالي فيه هاك من الدار تفتكوا شي جمعيه نير يقرص واسمح لي واش ما تخلينيش نهضر مع الناس اي واحد حنا الناس هضر معنا جاوبنا فين حوايج راه ما داكش نطا الحاج لويس ثلاثه مين تاعنا راه زيدو قال ليه سير صايب لي يا الاخر مين يعنى المنار لا متوسط الفاسد اخلاقيا يخسر بصم البام مين كسي المنارة اللي يقيم غير 70 كيمياء زي الميزانية فراح الشنت 70 كيمياء فراح الشنت يقيم اللوصاف اكس اللوصاف اهل اللوصاف الوالي يا والدي يتحدى في جو السيدي جو حنجا غيجيت ولكن يقيم عن الدغية باسكا وحنجا يفضل يبقي لا يوسف ما يونس مهم لا الناس يجن السؤال جميل جدا الناس وخلق تبوساشي مين عنا الرأي كلمين في الحقوقي إن قربها مية غزغ الجمعية وغا سدد جل شرعة وغا توفير الوالي يمشي بحالو وني
يوسف دانيتي نجح كي الخطه كي طنجه كيوم الى طفنا يتماثنا غير غلاء الفواتير الماء الكهرباء ينجح من ريتك الى يطرح يودان فعلا يلفت كطرف يخدشاسا البعض فاكتورات سجلتي تسكى البلطاجيه السوفا هذيك القناه الشوف الى خرجت غدا راه طيروا لك الراس بوبري مواطن الله يحسن عون ينجح كي هنا كي صغر راسها ينجح خلي الدا خلي الدا صغر راسها ينجح ولكن عقل اثنين حوايج يا اما الداخليه تسيبها بالنسبه للتاريخ يا اما غير احسن تذهبوا عليه ديك الشيء هاك واش ديت قشاي تكفوا صار ياو هنايا المرحله يا ثالثي فالمرحله يا ثالث مغاخ الوالي ثمغاخ مغاخ مغاخ الوالي ثمغاخ خويا صار الداخليه تبغى خص كلشي الحركه واش شهور تفغى الشارع ومين في اسمو الزان مين في اسمو الزان حتى واللي القسم مني لنحتي القسم مني اسمو الزان والله لقفنا قاتلك زار القسم مني بالله الا كاين خص لي اجتماع غطرفه ونص الصباح كي المقر العمله الوالي ومين شتا معاك المنتخبين من كاسينا وقناص السيد الوالي راه كيسبنا كيشتمنا ارفعوا عليه التهوى شوف شي كان سي الوالي وانت شاخ صاف عند التهوى انت اللي نسحب اصل البيصات خلاص يزبزافي ما عليناش لا يهم لا يهم جيبوا المشكل شوف نيش اكون من رجل حاجه من باب تما من باب الضحك وفقط انا نخفف شي خويا ني شخصيا لو اعتقلنا لشرف ما راه غير للشرف زعما اللي اعتقلني ينهار لي غسبوه للقاضي ماشي اكون من المرا بالله ما شفتش كرحمه شي غسعلو بس وقتي غضمه وكيستو تيجي لانه مرا واللي يخدم اجدات وزاره الداخليه الحبس يضرب عن الطعام الطعام والماء وتجيش الطعام فقط الا حمل نغم لانه شوف المعركة معركة الكرامة معركة معركة الشرف غير المعركة إذا تخسوك ستخلنا شيء يا إما نعيش أحرار يا إما نموت أحرار فلذلك غير إثما مش قاكم إيش نحجد فوس كفوس حمد هو الحل المين من حقوقي زال مين في الحقوقي اللي تحقق رغم ألف ثولة إلى المخزنية اللي تحقق برا لأننا الحمد لله نكسي العهد الله سبحانه وتعالى على أننا ينعش شرفاء ينمذ شرفاء لأنه مالا وهمنشكم التكاكين السياسية الملعونة إما تعجب الحياة الرفاهية على حساب بوريثم فاشي نجيبو ديني نشتي لا تمثلون التكاكين السياسية ولا الجمعيات الارتزاقية مع احترام الجمعيات كيتجان شريفات عفيفات وسمو اسمو خلصقان ناك عفيفات مع احترام لان المراه اللي فيها غايب جدي فما الجمعيه غايب وكش جيبش فالجمعيه ما تمشيش ليها لان الطلقان الجمعيه اجيت الجمعيه كي جا تحيه المراه هذيك الجمعيات شوف باش نختصر غنط عطاشي الجمعيه قانونيا مادام انه توانصب من اجل السياسيس من الساكنه بقضيه الملف الفساد اللي كيفسد ذلك غوصان عباد الله 2 مليون تيت غوصان خركوار الدين نتضامن تضامن مطلق ولا مشروط هاك الساكنه اللي كيتواضر لك الملف فوالتي العقار شتي لا كان غاكي سنه دوب حتى داوي الحق السن لانه السكن مع حق الانسان كامل جهه والجمعيه يا ثانيتي مادام انه لم تعد تنفذ الساكنه من حكومتك بسحب الثقه قانونيا سحب الثقه أتقيم جمع عارضة بأنه ذاته تمثل شيء أتعوم جمع عام استثنائي إلى مزبلة التاريخ مادام أنه الجمعية الفشيشة تخدم المواطن إلى مزبلة التاريخ كما إلى جميع الدكاكين السياسية إلى مزبلة التاريخ فباش نمشي الكلمة دائما مخلقة واللي خصنا اليوش القسم مرحبا ولخيشي مرحبا جيبوا الإشكال أقسم بالله العلي العظيم
أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، ألا نساوم، ألا نساوم، وألا نبيع، وألا نبيع، وألا نخون، وألا نخون قضيتنا، قضيتنا، ولو على حساب حياتنا، ولو على حساب حياتنا، ولو على حساب حياتنا، عاش الريم ولا عاش من خانه، عاش الريم ولا عاش من خانه، عاش الريم ولا عاش من خانه، تحية إجلال وإكبار لكم جميعا. فعلا صراحة للفخر جميع تما الهدايا الرمزية اللي كتبت مجموعة الإخوة، ولكن ما رأيت أفضل وديوز لاش حشبة، هو أفضل وأعظم، أفضل وأعظم زي ما إذا كتبت النهار غير تما الكتاب الحمد لله القرآن الكريم، وإن شاء الله الحمد لله مش قد عهد خشوم، وأجدد العهد وأجدد العهد وأجدد العهد على أنه قسما برب العزة ورب الكعبة أنه يا إما نحق الحقوق النوم يا إما نغمى نشكر شيء، ولكن باش أذنوات نود ولاية أمو خيرات الصاغ ربع عظيم قفص قسما برب العزة ونسحفق ذلك فوشت وخط غلاجين تسمى جلدنا واخا هذا جماعه مخينا ومات جلدنا بالله العلي العظيم، يا اما غنتحكم يا اما غنرزم تانيش والله ما غير تسخم اريك لي غوات بالله ما غير تسخم غالية عالية جماهير الشعبية نوخا يسيرو ماتنا ناصر الحور قينص نوخا غنشو الكلمة يجو ماتنا المعتقد السياسي محمد جلول تحية لغالية عالية أيثما السكان رومان سكان كوزينا ساكنة الحزيمة الصامدة ساكنة الريف، تحية لغالية عالية، تحية الصمود، والله أنا ماني يغيس فرح وقعت وتعود بأنه رغم كل الظروف رغم الأوضاع بك انت عيش، ولكن الحمد لله ذا مونيتا ثانيتي الوقوف وانيتي الروح الجماعية وسيخفين سلج انتصار عظيم البداية السير الصحيح على السكة لأنه وجنها الانزاء ربما ذلك كان بسبب الطمس ذاكرا دنغاهين أنا نفقد البوصلة ونسيمين كو، ولكن الحمد لله نرى التاريخ النق استطاع بمجهودات المناضلين المثقفين الشرفاء أذنبشن كي التاريخ وانيتي أضغرين خيزواني نس ونسن فعلا نشيمين تعنا ومين كو وأنعى بأنه
انه نشري الاوضاع انتي عيش في المعاناة ثانيتي انتي عيش بانه لي وتشي وضع طبيعي وتشي مش نخرق بشري اليميا اموخذ نغس صغورا اثنين قد ما يلي عطى الله ام يهوى الخطم تروشن والكذب لانه كانت نتيجة السياسة ان ازيد من 60 سنة الاقصاء التهميش الحكرة المارس المنطقة بشكل ممنهج والسبب هو الموقف التاريخي للريفيين ضد كل اشكال الوصاية المذلة وضد كل اشكال الانظمة اللاديمقراطية أبناء شعبنا شنين ونحل الجيشي أنحل الطاس باش أنبرهن مدى السياسة التعاطي الانتقامي والعقابي ضد المنطقة ما لا يكفي أن راح المعاناة اليومية لأبناء شعبنا ذنك تبرز الحقيقة من طبيعة التعاطي الرسمي للدولة المغربية إزاء المنطقة دول ديمقراطية تعمل مواطن زم فعلا كابن للدولة تحسس المواطن تحاصل الداف ما يشى ما يسوى واش استفد الحقينس كي تطبيب الحقينس جميع الحقوقينس جنين الدولة يسنن غير لغة الغيونية ويمدوها ولكن إذا نغس سقساخ الحقوق النار هذا غير معروف عليها نارا الطبيعة المطالب انتصر الطبيعة المعاناة انتصر نارا التي تخرج التي تنبع من آلام الجماهير الشعبية من العائلات معاناتها اليومية قساوة ومرارة العيش يتعبر فعلا هالتعاطي الرسمي الطبيعي وتجي شي من تزهان في التلفازة من تروج كالخطاب بأن المغرب يقضع أشواط على ضرب الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية وأن المغرب بلد نامي إلى آخره وتزواق المجلس المؤتمرات مكياج المساحيق فيترينا بينما الوراء الجدار يخفي الواقع الحقيقي الذي تعيشه المعاناة تعيشه العائلات وأبناء الشعب المهمش لذلك من قاس إمن يهمه الأمر أنه نشنين ريفيا واعي بزاف نسن ما لا يغرض النتيجة نسن أرى من تعيش نرى اذكرني وفي السبب 60 سنة أزيد من 60 سنة الإقصاء التميش ما عليكم الآن إلا أستار مير أعرف الحقنس الإنصاف الإنصاف الحقيقي للريف أزيد من 60 سنة من الإقصاء والتهميش للجرائم المرتكبة إجلاء الحقيقة كذلك إجلاء الحقيقة جميع الجرائم المرتكبة ضد أهل المنطقة ضد المنطقة وبيئتها أيضا لأنه أمخ نسن من يقعن تلوث على مستوى المجال الإيكولوجي البحري تلوث تسوق عن ربحنا وتخريب المجال البيئي هو السبب ان لا مبالاة المسؤولين ازاء المنطقة لان تعتبر المنطقة ديش المنطقة الاستنزاف وزاري شيخ باي المستقبلين وهي كلمة واحدة والدولة باسكة وهي كلمة واحدة والدولة باسكة
مقاس الدولة المركزية أقام أن يقود حنجيب الحوار أقد سريم تكني والمطالب من أهل المنطقة ما عليكم إلا أن تنفذوا. إذن من ناحية أخرى أنشير أمين يوقع النهار المحكمة نقاش يتأكد بأنه المسؤولين الحقيقيين أخ مقتل محسن فكري ونجميه النهائي إلى المحاكمة. هني محاكمة سورية مفبركة وبالتالي شنين كني ونقاس المال كني وفتوى من الملفة ماشي تعتبر ملفة عظيم. أما من ناحية أخرى فيما يتعلق بالتوقيعات المجالس المنتخبة أن يوقعن ضد الحراك نقاس منايا ذي المهزلة كيف لوزير الداخلية أدياس أن يجمع المنتخبين اللي تعتبر يختصم بأنه منتخبين من طرف الشعب إذن كنيو بدل ما تلتجم مع الشعب اللي نشكو منتخبين كنيو الشعب يستارين فائغا وانيا لتجطوي اقترقب انتخابي وها ليس إلا ونقى بأنه التوقيعات ناي لا تهم إلا أنفسهم لا تهمهم إلا هم فهم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون أبناء الحسيمة وأبناء الريف. لذلك نتأكد مرة أخرى أنه نبض الشارع صوت الشارع مسموع وذلك مش الحاجة نسنو في تنشنين المطالب والحا المعاناة والحا ما على الطرف الآخر إلا أن يستمع إلى أصوات ومعاناة أبناء شعبنا ولينفذ ما يريدون. وتحية نضالية عالية ودمتم للنضال أوفياء. تحية نضالية وتحية نضالية تحية نضالية تحية نضالية تشكر أستاذنا محمد جلون خلق كلمة ينس لغة السعدة هذا المناظر المعوض أخويا نبي الحنجرة الذهبية. مش تحية طبقات تحية حارة يثبتنا سويثبتنا غير كنا غادي حضان سيكون مكان وتحية الأمة هاتنا غادي حضان بكثافة العرب. تحية ليش أخويا نبي تحية ليش عارف تحية إيش تحية عظيمة يثبتنا غير الجمعة التنظيمية يكي صهرن هذه قلمين الصيا هذه سوجد اللوجستيكا هذه سوجد الكرش الخيرة هي يثبت سمو جطاء الحراك الشعبي. واش التحية خاصة زي نشطاء الحراك زي الساكنة ذي النحضان يا خويا محمد الملقب سرام بوم واخا هوتش مثلا ايش المناظرة هنا هوتش مثلا فاطمة وقلتي لك هرعة خويا محمد هرعة واخا خويا محمد تاليك صارن تاليك يكسين تاليك يدلن تقاسي بغت معرفة الدردن الدراري كورشي اني قاعد رغم الصيادة ويا محمد قال مش غير اضافي مش احمد الله تعالى بعد اول حاجة انش تقل استنكر بشدة المحاكمة مني التنفيذ مني ذا القرار مني ذا المنطوق مني الحكم إيدي غنارة زي المحكمة الاستئناف يتبيننا باللي أن العدالة في المغرب إلى يومنا هذا ليست مستقلة
عن المخزن وعن الداخلية وعن المركز. يعني قاع الشعارات اللي مقرانا كالمغرب كالقضاء مستقل كفصل السلطات كالدستور الجديد كما شابه ذلك يتبين انا بالملموس انا يمي العمي راه هما ثلاثة محمد جلول وكشي ناس خمس سنين طس هذا كتشي هذا فين عبس ماشي غوم الى كسد المسؤولين دعاف الهيئة الدفاع دعاف انه هذا حضر خنوش هذا حضر الحصاد هذا حضر ميت هذا حضر القرانا اكتشي المسؤولين تابعين المؤسسة فينا اكتورطن كذلك المؤسسة الأمنية رنتف توانفس البلاغ اللي تصدر الحموشي انا هو مسكارو قبر وانتسأل بانيتين قبر ما تخش الفرقة الوطنية المؤسسة الأمنية سكنت جوغ زديس مغا باش نسر المخزن مين يعنى الشعارات سيدي إذا نضيديش مين يعنى غير الإخوان فقط باش أكوميني غير غارغ غير المحطة ترجم طالب يعني الإخوان النصي والما فيه الكفاية أجزو أكم وجه السؤال واش تمثل تكون الدكاكين السياسية واش تمثل تكون الدكاكين السياسية إذن غير سكونا البلاغ لسينياتور ولهم يحزنوا ما تبا غير تمثل تشي وغارغ من الصغار الجديدين ولهم البلاغ السياسية إذا السؤال نظم قال مين في المطلوب الحقوقي الشامل يكس الحراك الشعبي أشكم السقسة باش فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين رخا الذكرى تنفع المخزن تنفع الكسالة المخزن تنفع بزاف واش الملف المطلوب الحقوقي يتمثل شكم يتمثل جرب كما هذا السؤال باش نسجل واش الملف المطلوب الحقوقي يتمثل تطلعات الكون اذا دون الملف الحقوقي اكس الحراك الشعبي دون المطالب اكس اكستان ساكنه سكورجي يكيتوعرض جماهيريا يكيتوالقحن على جميع المستويات جميع الاطياف المجتمع دونه وذيني تجيشين المشروع يتمثلان نغاث نقبل المانا يا غيس نقاير مخزن والاطياف والاصوات الكرشي يوذانا لكن نغضي حتى ذو ذو نسن وذو غيخسا غديرين شاءر مخزن ام ابا وشي مأدعاه ونأدى القسم ونأدى وعد أقل جماهير أقل الله تعالى أنستمر تفقد أي ثما لأننا محقورين مطحونين مقهورين نتفقد لأن المخزن يا الزوادي يوغا هي نفس السياسة اللي ميقرا يكوا قبل باش أخني غطاخ منايا إتاز دموخي إنه غمض مغمصة يقجع بور ديوث إتارا الوصا يقجع بريدين يتسفاتو المغني لأنه قدني تلقى ناس التنمية ونشي السياسة هي نعادي تزير مخزن نقارا سلوخا جمع فوق لنا فينا في الدرق صليمة هاويد هاويد قد يريد تحقيق المطالب والشعب يريد تحقيق المطالب والشعب أبو خيط وتوسرب إجن الخبار على أساس الاجتماع الذين هناك الرؤساء للمنتخبون الدكاكين السياسية مفادوه أنه لا حوار مع المشتة شنو تتعجي؟ شنين؟ وانت تتعجي الحوار مقصدك في الحوار قلت تقول البلا ودخيست شيء الشغريك مقاريك ولا ما طالبك توحقا وكفى بالله شهيدا
ولا سي عجبشي إير مخزن ظهر وسي تعجبشي وسي تعجبشي المشطة وسي تعجبشي ريفين كل شيء وكي عجبشي الواجه الناصر الزفزافي نغنى بلا عمجي نغنى المشطة النظام أنه رمى ستفالحد أفغط كي بلغ رسمي أنه أنحقق المطالب الساكنة المتمثلة للوثيقة المطلبية ذيك يافع الحركة الشعبي نهار 5 مارس 2017 غامق جدولة زمنية معينة ذاك ستين تين 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 إذا ما ضعوحنا دوهرين سن والنشطاء أتشكل الجنان سن تصهر على تنفيذ المشاريع علينا ما رغب تحايلة ما رغب يمشي الحاجة الله ما نعقل دوهرين أقام غلاق الشارع ولله الحمد والحمد لله الحراك المبارك العظيم باق ويتمتد ويتوسع على بقعة الريف العظيم أبوك لكم مني غير إثمام عطرشان المحطة الحي المنزه أنا صناهض دين إثمام عطرشان عطرشان المحطة المربيخ وكذلك أنا صناهض دين إثمام عطرشان غايدا يجب بيان زي عائلات الشهداء أطيب غاب باش نبغسنا لسا أنه لازلنا متشبثين غشينو تتوشي ذاكرة الجماعية عما ستنتو عما ستنتو واخس نمث شرين ألمث خطاريخنا لأنه هم غرص مرم من عائلات شهداء 20 فبراير 2011 إلى ساكنة مدينة الحسيمة بعد طول انتظارنا للتوصل بمستجدات حول مصير ملف أبنائنا الشهداء الذين لقوا حتفهم في ظروف غامضة ولم نتوصل بأي جديد بخصوص أسباب وحيثيات هذه الجريمة البشعة والمفبركة والتي جرت أحداثها بتواطؤ مع الجهات الأمنية داخل مؤسسة بنكية التي تواطأت بدورها مع مختلف المؤسسات بين قوسين المحكمة ومسؤولين كبار يمثلون مختلف تلاوين الأحزاب السياسية أدانوش الدكاكين السياسية ورفضت إلى يومنا هذا الإدلاء بالكاميرا التي توثق بالواضح طريقة التي راح ضحيتها شهداء أبرياء لهذه الأسباب كلها نطالب الجهات المسؤولة بإخراج ملف الشهداء إلى حيز التنفيذ والكشف عن الحقيقة التي تطمئن قلوب حتى تطمئن قلوبنا وبالبيان زي الشهيد الشهيد الشهيد